طب بص، انتوا ممكن تلعبوا ايه لعبه أيوة. ونصورها اللي هي بتاع سبت حد اثنين ثلاثة اربع خميس، وما تقولش جمعه، قول النص بتاع رمضان. ايه ده؟ ايه الفكره الهبله دي؟ ايه ده ما اروح لبتاع فول يقول لي عايز نصين فول، اقول له لا نص فول والنص بتاع رمضان. والله تصدق دي فكره حلوه يا والله فكره حلوه، ونجيب اللي هو بتاع الفول ده يشتغل معانا. يشتغل ايه معانا؟ بقى يبقى سبونسر بتاع فول. ما فعلا اعلانك مش هينفع غير بتاع فول سبونسر. يا حاج ركز معلش يا شيماء، انا عايز اقول لك حاجه بس، الاعلان ده لازم يبقى له جمله مشهوره. زي ايه؟ زي مثلا ايه؟ برتو اللوكاندا، اول لوكاندا عالميه على ارض مصريه. فين اللوكاندا؟ ايه عالميه على ارض؟ لا عالميه ايه؟ امال ايه؟ خليها على 50. ايه ده بزود له العجل انا، خليها على 50. يا حاج بقول لك عليه، يعني اقول اول لوكاندا على 50 على ارض مصريه؟ مش راكبه. لا مش لازم عالميه. مش لايقه يا بابا. لا مش خلاص خليها عالميه بس 50. ها ايه ده؟ انت جاي تفك في الاعلان يا حاج؟ يا مش هينفع، احنا مش هنعمل الفكره دي. قولي انت اي فكره. بص يا بابا، احنا ممكن ايه نشغل اغنيه كده على التيك توك ونقعد نرقص عليها كده اهو، ونقوم نشيرينها. لا 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 دي حاجات مش قد كده. بصوا انا عندي فكره كويسه هننفذها على طول. ماشي هنسرق اعلان يعني عادي. نسرق اعلان وهنغير عليه الكلام. ماشي ماشي بس ما نقولش لحد ان هو مسروق. ايوه لا ما انت قلت ان شاء الله. ماشي بس ممكن نرفع علينا قضيه. احنا لو رفعنا قضيه انت ما شاء الله هتدافع عننا. هبيعكم. ايوه طب احنا محتاجين ناس معانا في الاعلان، مصور والناس دي. عندنا مين؟ عندي ناس كفاءه. مين؟ يا ده هدهد. هدهد ايه؟ اصبر يا هدهد. ده شبه الشرشوبه يا حاج. ده هيبقى فيها منصف. ايه يا عم منصف في حاف كده؟ يا جدع في ايه؟ بيقول لي منصف حاف يا عم. امال هيغمسك؟ تعالى ده منصف. يا حاج رمضان هديك فرصتك. بجد صحيح شنف مره قلت لك. انت ليه مفخم من 100 جنيه قوي؟ مش فاهم. يا 100 جنيه ما هي 100 جنيه في الاخر يا حاج رمضان. هتروح الشرقيه هجيب 100 جنيه وتيجي. انت ليه بتعدي الشرقيه دي كانها مطب؟ انا مش فاهم. وبعدين ال 100 جنيه دي ما بتجيبش ثمن تذكره القطر اللي اروح بيه لحد الشرقيه. في ايه؟ قطر ايه يا؟ ما اروح ازاي؟ انت عايز تركب قطر؟ طب اركب بيجو؟ بيجو ايه؟ اركب يخت؟ هتركب ايه؟ يابا اقول لك هتخطف رجلك للشرقيه. هتجيب 100 جنيه وتيجي على طول. يلا اخطف رجلي لحد الشرقيه. قصدك اقطع رجلي لحد الشرقيه يا حاج رمضان؟ يا حاج رمضان حرام عليك التقيل. انت بتزعل يا عم؟ انا ما بزعلكش. حسبي الله ونعم الوكيل. هتخطف رجلك لغايه الشرقيه، هتجيب 100 جنيه وتيجي على طول. يلا ايه يا ايه انت بتهزر ولا بتتكلم بجد؟ انا بتكلم بجد يا حاج رمضان. حرام عليك يا حاج رمضان. اسمع الكلام يا ده، اسمع الكلام. انت عارف احنا بنصرف في اللوكاندا دي قد ايه كل شهر؟ حلو قوي، كويس بقى انك فتحت موضوع المصاريف ده. انا بقى محضر لك لسته فيها كل مصاريف الشهر اللي فات. تقول لي بتكره ايه؟ اقول لك حساب اخر الشهر. كل دي لسه يا ده اصغر من برشام. كل دي مصاريف يا مصاريف ايه؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ست بيضات في شهر؟ ست بيضات؟ دول ست بيضات على شهر 30 يوم. ما 30 يوم يعني ايه؟ يعني شهر ست بيضات يا عم. في شهر؟ ست بيضات يا عم. ست بيضات يا عم. هو بيض تنين؟ ما هو بيض 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 اسمه بيض. ياض انت عارف ياض البيضه اللي انت مستهتر بيها دي؟ ها الفرخه بيطلع عينها ازاي على ما بتبيضها؟ انت سبت اللوكاندا وكل حياتك وقعدت تراقب فرخه وهي بتبيض؟ بيطلع عين ست بيضات وعامل على تعب الفرخه ومش عامل على تعب الحد الشرقيه خالص. وارجع على طول يا ده. هتروح الشرقيه اجيب 100 جنيه؟ بص انت بتعدي الشرقيه ازاي؟ ده انا بسمع الشرقيه دي بنهج. حرام عليك يا عم رمضان. اتبطر عن النعمة بقى عشان تغور من خليتك. هي فين النعمة؟ اصبر اصبر اصبر. ايه ده؟ ربع كيلو دقيق في شهر؟
ربع كيلو دقيق يا عم. ده ربع كيلو ما بيعملش ثلاث رغيف. ربع ثلاث رغيف ليه؟ رغيف قد ايه؟ انت ايه ربع كيلو يا حاج رمضان؟ احنا فاتحين فرن يا فرن. ده يا حاج رمضان ده ربع كيلو على ربع كيلو. انت ايه وحده القياس بالنسبه لك؟ الصوت بتشخص في الاكل بيكبر. ما هو ربع كيلو في الاكل. ربع كيلو يا عم اللي انت مفخمها دي. فيشا امسك ايدك يا امسك ايدك. انا بعلمك تبقى حريص يا بايه؟ اديني حاجه عشان ابقى حريص عليها. انا ما بقبضش. انت توفر لنفسك يا ايه؟ اوفر ايه وما بتقبضش ايه؟ ما انا يا ما بقبضكش قاصد، بحوش لك يا هبل. بتحوش لنا؟ عشان ايه؟ عشان اعمل لك حته فرح يا انت يا حاج رمضان. هتعمل لي انا فرح؟ لا انا قلت حته فرح. ازاي هتعملها؟ ازاي حته فرح؟ ده اعجاز علمي. تعمل حته فرح ازاي؟ ازاي ازاي هو ايه اللي ازاي اعمل لك حته فرح؟ والله وهتجوز اجيب لك حته عروسه. عروسه؟ لا حته عروسه. انت تاجر اعضاء؟ يعني ايه هتعملها ازاي تجيب لي حته عروسه؟ انا مش فاهم. عند رمضان اتبطر بقى، اتبطر على النعم. عمي رمضان المهم اجهز عشان هتروح الشرقيه، هجيب 100 جنيه وتيجي. يلا حاضر. يلا حاضر يا حاج رمضان. جدع يلا. صباح الخير يا بابا يا حبيبي. حبيبة بابا لابسة كده ومش شيكة ايه؟ راح المعهد؟ لا يا بابا ده انا طالعة رحلة. طالعة ايه؟ طالعة رحلة. طالعة فين؟ رحلة. رحلة ايه يا بت؟ رحلة يا بابا. رحلة ايه يا بت؟ احنا بتوع الكلام الفارغ ده؟ رحلة ايه يا بيت؟ يا بابا ما الناس كلها بتطلع رحلة تعالي. مالو مال الناس كلها؟ الناس كلها بتضيع فلوسها في الكلام الفارغ. انت بنت رمضان تطلع رحلة يا بابا؟ يا شيماء اسمعني. يا شيماء بابا هقول لك، بس هقول لك اسمعني. ايه؟ اصل انا طلعت من المتفوقين في المعهد، فعشان كده طلعوني الرحلة دي مجانا. مجانا؟ عشان انت من المتفوقين؟ اه. ما شاء الله ما شاء الله، بنت من المتفوقين وامشي اتفخر بيكي في وسط اصحاب اللوكندار. ايوه يا حبيبي. جبتي كام؟ 95%. كتير يا بنت. امسكي ايدك شويه. امسكي ايدك. انا كل 1% من دول صارف عليه الشيء الفلاني. لا يا بابا دي حاجه كده بتيجي مجانا كده بالذكاء. المفروض تفرح. مجانا؟ ايوه. اه يعني انا ما بدفعش فيها فلوس زياده ولا حاجه. مليم. جدع يا بنت تفوقي براحتك. يلا اتفوق. يلا عايزه حاجه؟ بص انا هقول لك بس ما تزعلش. حبيبتي حبيبتي انت لو ما طلبتيش من ابوك هتطلبي من مين؟ مش كده. امال ايه؟ انا عايزه مصروف. عايزه ايه؟ مصروف؟ اه. مصروف ايه يا بنت؟ يا بابا ما مصروف؟ الكلمه دي سمعتيها فين يا بنت؟ الكلمه القبيحه دي يا بنت. كلمه مصروف انت بتتفرجي على نتفليكس؟ ما الحاجات اللي قله الادب دي بتيجي في الكلام الفارغ ده. لا انا ما اتفرجتش والله. امال ايه يا بيت؟ مصروف ايه يا بيت؟ إيه انا عمري اديتك مصروف؟ ما حصلش. ايه اللي غيرك يا بيت؟ ايه اللي غيرك؟ لا هقول لك يا بابا. عايزه ايه؟ انا دي اول مره اطلع فيها رحله، ممكن اعطش ممكن اجوع، اجيب حاجه مع صحابي كده يعني. تعطشي تجوعي قبل ما تمشي؟ كولي واشربي.